رح ننتقل لفقرتنا الغذائية لليوم، يعني دائما للأكل الصحي حصة دائما من كل شخص بيعرف أنه لازم يحافظ على جسمه بالطريقة المناسبة، ممكن أحيانا عن طريق بعض الأغذية اللي بيتناولها بفصل الشتاء أو غيرها. عادات صحية جيدة وعادات ما أنا كتير جيدة بفكروها أنه ممكن تساعد على تخفيف الوزن سواء كانت احيانا على زياده الوزن. رح نحكي اكثر ضمن فقرتنا الصحيه لليوم مع اختصاصيه التغذيه ايفانا اليوسف، ماجستير في علوم الغذاء، عن هدول كل هذه الشغلات. سعد صباحك على صباحك حبيبه اهلا. يسعد صباحك ايفانا. خلينا بالبدايه مثل ما قالت سالي بالمقدمه، يمكن هلا موسم اعياد ومناسبات، ويمكن مثل ما معتادة يمكن السفرة السورية دائما مزينة بأشهى وأطيب الأكلات. خلينا نحكي عن فترة الأعياد، كيف فيني أنا ما أحرم حالي من الأكلات الطيبة بس بنفس الوقت أكل باعتدال بحيث ما يزيد وزني وتفاجأ آخر الشهر أنه في زيادة كبيرة بالوزن؟ هلأ أول شيء نعاد على الجميع وإن شاء الله هالسنة سنة خير على الكل ان شاء الله يا رب. هلا نحن بما انه في صيام، بعد الصيام بيجيكي هلا مثل ما قلتي الاعياد الميلاد، فهن بيكونوا كثير رح يكونوا محرومين اكثر شيء من اللحم، تمام؟ بنكون متعودين على الزيت، فهن عشان فما فرد مره يصير في عندنا صدمه تمام بالمعده، يصير عندنا تلبك معوي، يصير عندنا امساك، يصير عندنا اعياء، يصير عندنا مشكله بالهضم، لانه اوريدي انت معودتي لك مثلا هالشهر كامل معودة حالك على أكلات صحية اللي هي اللبز زيت تقريباً أو كمية خفيفة من الرز وكمية خفيفة من الخبز. على فكرة هو الصيام ممكن أنت بهذا الصيام تنحفي، بس في ناس ليش بتزيد وزنها؟ لأنه بيزيد وزنها على الخبز وهو أكل بزيت، فبتلاقي أنه خبز زيادة. لا، أنا لو محلهم أنا بستغل هذا الشيء وبنحف في هذا الصيام. هلا نحن بنجي على العشاء تبع الكريسماس، فأكيد بده يكون فيه الحلو، بده يكون فيه اللحم، بده يكون فيه الدسم. ما يعني انك تحرم حالك، بس انا برايي انك اول شيء تبلش بشيء خفيف اللي هو متعود عليه، مثلا السلطات، تمام؟ اذا في عاملين شوربه بما انه هلا شتوي بيشربوا شوربات. هلا بعدين بنروح على الاكل الرسمي او هو الغداء او العشاء، الوجبه الاساسيه سواء الدجاج، اللحم، بغض النظر شو هي موجوده الاكله، الطبخه، ممكن نحن ناكل وقتها يعني بحط بالصحن، ما بحط اكثر من مره، بدي اعد تقريبا نص الكميه، مو لانك تحرم حالك كل، بس عشان تقدر اوكي تنوع الصحون، تصغر الصحن، تصغر المعلقه، وعلى الاساس تكون كميتك قليله. هلا بعد ما تاكل ما تروح على الحلو، بدك تنطر شوي ولا مده شي ساعه ساعتين، حتى الشاي ما تشربه مثلا اذا بدك تشرب الشاي بعد الاكل، بعد هالساعه ساعتين بيكون الجسم هضم، فيك وقتها تاكل الحلو. والحلو شو بنعمل حتى نحن ما يكون سعرات حراريه عاليه او كميه كبيره؟ قطعه الحلو اللي بدك تاكلها يا شارك مع حدا يا قسمه بالنص. هلا هاي بالنسبه للشخص اللي عم ياكل، اما بالنسبه لربات المنزل حتى يساعدوا الشخص على هالنصائح، ممكن نحن نستعيد بالزيت او عفوا بالسمنه او بالقلي، ممكن نعمل شغلات المشويه، ممكن نعمل شغلات على البخار، ما الحلو مسلوق لانه اوريدي قضينا صيام. هلا بهذا الشيء كمان حتى الحلو ممكن وقتها نحن بدل ما نحط السكر نعمل فانيليا، نعمل شغلات ثانيه، نجيب الشغلات خفيفه السعرات الحراريه ونشتغل فيها الحلو. بهاي تقريبا ملاحظه بيقدر الشخص ياكل اللي بده اياه، بس بنفس الوقت هو يحافظ على السعرات الحراريه تبعته وما رح يصير معنا مشاكل هضميه. نعم، يعني كمان نور عم نلاحظ هلا الجريب كثير منتشر وخاصه بفصل موسم الجريب، بتلاقي الكل هلا مرضان، مرشح، مقرب، ما بتلحقي تطيبي، يعني دائما في تناقل للفيروس بشكل كثير كبير. تماما، يعني في شغلات طبيعيه ايفانا ممكن مثلا ياخذوها لتعزز المناعه واحيانا لتساعد على انه واحد يطيب من الرشح، من الجريب، من نزلات البرد، نحكي عنها شوي. تمام، هلا بدي احكي على شغله اللي هي ما بينتبهوا لها ابدا خلال فصل الشتاء اللي هي المي. بقول لك انا اوكي شربت شاي، شربت شوربه، هدول اساس وهي مشكله، بتلاقي اغلب العالم بتنسى تشرب مي بالشتاء لانه عندك بالصيف لانه الحراره والجو. غلط كبير كثير. اول شيء المي كثير منيحه، بتطرد لك كل السموم اللي بجسمك، بتحافظ على بشرتك، على شعرك، على كل شيء بجسمك، على الهضم، على كل شيء، فما بصير. بعدين لما نقول مي يعني مي، مو مشروبات السخنه، مو الشوربه، مو السوائل، تمام؟ هلا اوكي في اشخاص بتقول لك انا ماني متعود اشرب مي، ممكن تضايقني، نحط لها شويه ليمون، نحط لها شويه خضره، بنعود حالنا كل ساعه ونص بنحط الارم على التليفون قوم اشرب كاسه مي، لازم يكون اقل شيء 7 ل 8 كاسات باليوم، هي خلصنا المي. هلا بالنسبه للشغلات اللي انتم مثل ما قلتوا عم يعرضوا الاشخاص، لانه جهاز المناعي عندنا نحن ضعيف بسبب العادات الغذائيه السيئه، يعني انا ما باكل فواكه مثل الخل،
يعني يا باكل فواكه فرد عاده وكميه كبيره وهذا بيسمن، يا ما باكل مثلا بنوم. فواكه بتسمن. تمام بتسمن اذا كانت عن لانه يمكن الحصص الغذائيه مش موزعه صح. تمام. يعني نحن مشكلتنا انه دائما مثلا اللي عنده ساعات طويله بالعمل مثلا، حتى يعني اهم وجبه هي الفطور ما بتلاقي العالم كلياتها بتاكلها. تمام. دائما بتركز عندها يا وجبه الغداء يا وجبه العشاء، مع انه العشاء لازم انت مثلا تستغني عنها بنوع من السلطات واكلات خفيفه. صحيح. بتكون الوجبه دسمه، ما عم يكون غذائك متنوع حصص غذائيه ان كان خضره فواكه لحوم بيضه لحوم حمراء، هي مشكلتنا. ومثلا حتى اذا بدك تروحي تزوري حدا مثلا امك، امك دائما بتحسسك انه انت معك اكله طول الشهر، بتعمل لك اطيب الاكلات. صحيح. نفس الشيء قرايبينك، فهي مشكله يمكن وعاده عند الكل. صح تماما. يعني حتى الخضره ما انت ما بتاكلي 3-4 مرات خضره، سي شلون خضره يعني اوكي الفطور غدا عشاء تمام، هدول الخمس حصص 4 حصص تحطيهم، حتى الطبخات بالخضار ممكن تكون الفواكه مثل ما تكون مرتين. المي مثل ما ذكرنا قديش مهمه، حتى النشويات كثير مهمه للطاقه بالشتويه. ليش؟ لانه هي بتعطيك الطاقه، هي الكربوهيدرات اللي بنحرق بالجسم وبصير على مبدا طاقه، مو يعني ما تاكله حلو، كله حلو مثل ما قلت بس غيره طريقه الطبخ. هلا ممكن نحن كمان انه فينا نلعب على الاكل، يعني نحن عم نسالك مثلا بعض الاكلات غير الزيت، مثلا اليوم نحن اليوم بالشتاء فينا الخضره النواع كل يوم يكون في عندك شوربة خضرة. تمام. في كثير تفاصيل فيكي تلعبي عليها، لحتى انه حتى الاطفال اللي عندك بالبيت عم ياخذوا عادات غذائية سيئة من اهلهم، هي كمان مشكلة اكبر. فاست فود بقول لك للام انا فاضية، هذا انه اوكي الولد فاست فود ما له فايدة ابدا ابدا غير انه بزيادة الوزن، هي ما لها فايدة اصلا سوء. حتى يعني هلا حتى شوربة العدس هلا هي وقتها فيك تاخذ شوربة الدجاج، شوربة الدجاج افيد من شوربة العدس لانه فيها شوربة خضرة مضادات التهاب، شوربة خضرة فيها الخضار والفيتامينات اللي انا بحاجة لها. هلا انت بدك تدفي حالك تروح تاكل الحلو، لا هذا غلط، انا ممكن دفي حالي بشوربة العدس، ممكن دفي حالي باكل خبز ولو انه مثلا على الغد على الفطور، انا افضل دائما الخبز يكون على الفطور. تمام. ما افضله بالعشاء وبالغدا. تمام. هاي الوجبات الاساسية اللي ممكن تاكلها انت تعطيك دفع من دون ما تروح على السعرات الحرارية اللي بتجي على اخر الفصل الشتاء، نحن سمنا شلون بدنا ننحف. صحيح. يعني كمان ايفانا دائما مشاهدينا بيحبوا دائما فقرتك، لانه انت بتقولي انه خمس وجبات، يعني خمس وجبات بس يسمعوها معناتها نحن ما رح ننحرم من الاكل، ولكن مثل ما ذكرتي موزعه هيدي الخمس وجبات. اذا ناخذ كربوهيدرات فنحن بناخذها بالصبح، ناخذ يعني باقي الشغلات اللي بيحتاجها الجسم بناخذها بفتره الظهر، السناك وحتى العشاء. خلينا نحكي كيف فينا نقسم هدول الوجبات، وكل وجبه يعني قديش مثلا لازم واحد يشبع فيها ينتخم. يعني هلا اول شيء اهم شيء اللي مهم بدي اكل، انا ما بدي اكل بسرعه، ما بدي اكل على التلفزيون، ما بدي اكل من اللحوق، انه بدي اكل قوم. تمام. لانه اذا اكلت بسرعه اول شيء هرمون الشبع ما رح يطلع، حتاكل كميات كبيره. مثل ما قلت متى ما صغرت المعلقه والصحن رح تكون كميات صغيره. نحن فينا نبلش بمي بسلطه والوجبه الاساسيه. هلا الكربوهيدرات مو بس الصبح، نحن الخبز اللي بناكله فينا على الغداء يكون هو رز معكرونه، هدول الخبز حتى اذا ما اكلت الصبح ممكن اكله على العشاء. تمام. ليش بفضل مثل دائما الخبز الصبح؟ لانه بيعطيك الطاقه، وخصوصا خبز الاسمر. هلا دائما بقول الابيض مثل الاسمر بالسعرات الحراريه، بس انا بفضل الاسمر. نفسه بس انا دائما بقول لهم هيك، فدائما لا الاسمر لا هي هو خبز ما في، يعني هذا بيشبع. مو عندك طحين ابيض طحين اسمر، هذا الاختلاف ما انه اختلاف سعرات حراريه نفسها. بس مثل ما قلت ممكن شوي زياده سكر هونيك. اما ليش نحن بنفضل مثلا انا بقدر اكل رغيف واحد صغير اسمر بيشبعني اكثر ما اكل رغيف ابيض. تمام. هلا كنا ناكل كورن فليك مثلا الاطفال المدارس على السريع، هذا بيتاكل عشان ما يحطوا حجج انه ما بياكلوا الكعك. الكعك بيسمن. تمام. يعني هلا ممكن انا اخذ كعكه لكعكتين الصبح مع كاسه حليب جيد، بس ما اعتمد عليه وجبه. يعني لا كعكة ما وجبه، لا هي بدك تاكلي كعكه وكعكتين مع الشاي، مش انا اقعد اكل نص كيس. لا بفضل لا، انه السعرات الحراريه تبعت الكعك تاكليها بشيء ثاني افضل وافيد من هذا الشيء. بعدين بنيجي السناك اللي هي بتكون كومبوشر، ممكن شوكولا، ممكن مثلا فواكه او عصير فواكه. الغداء هو الغداء الرز المعكرونه، اي ست شو بتطبخ، بس لازم مثل ما قلت نبلش مي سلطه الوجبه الرئيسيه. دائما نعد 10 او للنساء 10 معالق، للرجال 12 معلقه، هاي اذا الشخص بده ينحف. تمام. هلا اذا بده يحافظ على وزنه ممكن يزيدهم 4 معالق مثلا او 3 معالق بين الاثنين. هلا بعدين الوجبه الثانيه مثل ما قلت سناك ثاني كمان مثل السناك الاول، ممكن مكسرات نيه طبعا، يعد 6 حبات وياكلهم، او شوكولا سوداء مع الشاي الاخضر بيتفاعلوا مع بعض يعطيك مضادات اكسده وبيحرق
تمام برجع باكل شوكولاته سودا صغيره مره تمام مره. بعدين العشاء ممكن يكون سلطات، ممكن يكون مثلا معكرونه بلبن، ممكن يكون احيانا شيش مشوي مثلا 10 قطع مع مثلا سلطه. هدول الشغلات ما بتزيد الوزن. والفارق ما بين النوم والعشاء يكون 3 ساعات لانه نعم. الجسم يحرق. نعم إيفانا، يعني معلومات كثيرة حتى نحن استفدنا اليوم منها. نتمنى يطول الوقت أكثر لأنه الحديث بيطول كثير عن هدول الأشياء. بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر النصائح اللي قدمتيها لجميع اللي حابب يحافظ على رشاقة جسمه وأيضا صحة جسمه. يعطيكم ألف عافية. بدنا نشكرك أكيد إيفانا اليوسف على وجودك معنا، ومثل ما قلنا مجموعة من النصائح نتمنى يكونوا السيدات والمشاهدين استفادوا منها. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.